دور تاريخي كبير لعبته وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وقت يمر فيه الأشقاء بمنعطف سياسي كبير يستدعي الدعم والمؤازرة أمام الاعتداءات والممارسات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد مقدسات الأمة الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. دولة الكويت احتضنت القضية الفلسطينية منذ نشأتها واعتبرتها قضيتها الأولى انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة من خلال قرارات سياسية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، إضافة للعون المادي والمعنوي غير المنقطع سواء كان مباشرة للشعب الفلسطيني أو من خلال الأمم المتحدة. ثبات موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق تجلى بشكل واضح مع انضمام الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد شغلها لمقعد غير دائم في المجلس لمدة عامين، حيث دعت الكويت الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 4 يونيو لعام 1967 استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. كما دعت دولة الكويت إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 من خلال حل سلمي يحقق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما ساهمت الكويت بتوفير الفرصة لفلسطين وللرئيس الفلسطيني للحضور والمشاركة في مجلس الأمن لتوصيل رسالة إلى العالم حول الوضع في فلسطين، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سعيا من البلاد في أن يعطي ذلك لصوت فلسطين الزخم المطلوب لكي ينتقل عبر مجلس الأمن برئاسة الكويت إلى العالم أجمع لمعرفة حقيقة الموقف الفلسطيني وعدالة هذه القضية التي يجب أن يتم حلها بأسرع ما يمكن وعبر مجلس الأمن. هكذا هي الكويت تهب دائما لنصرة المظلوم في بقاع العالم، فكيف إن كان المستغيث فلسطين التي تعتبرها الكويت قضية العرب والمسلمين الأولى وتضعها في سلم أولوياتها في المحافل الدولية؟